عزيزي المخدوع بالمقارنات على السوشيال ميديا، لا تقع في فخ المقارنات على السوشيال ميديا، لأن السوشيال ميديا is a fake world، عالم مزيف وعالم مصطنع، عالم بيحاول يحسسك إنك في سباق مع الغير، ودايما يوهمك إنك ناقصك حاجات كتير، ناقصك السعادة، إنك تكون زي الشخص اللي انت بتتمنى او الصورة اللي انت بتحاول تقارن نفسك بيها، وده شيء مش صحيح على الاطلاق، لان اي انسان في لحظات التصالح مع النفس بيحاول يظهر نفسه بصورة لطيفة، بيكون في لحظات سعادته، بيكون في لحظات نجاحه وانجازاته، والصورة دي بتلخص سنين كتير ومشوار وتعب وكفاح منه بيحاول يقدم للمجتمع وللناس صورة هو راضي بها عن نفسه. فيا عزيزي لا تنخدع بهذه الصورة، لأن ببساطة ممكن تكون عنده مشاكل أكبر بكتير من قدرتك على تحملها، وممكن تكون انت مشاكلك أقل بكتير من مشاكله، وعشان كده لازم تركز على نفسك أكتر، ولازم تركز على نقاط قوتك. زي الشخص اللي انت بتقارن نفسك بيه مركز على نقاط قوته، انت كمان تشتغل على نفسك أكتر وتركز على نقاط قوتك أكتر، عشان بعد فترة تقدم نفسك للمجتمع بصورة أقوى وصورة أفضل، حتى كمان من الصورة اللي انت تمنيت تكون زيها. وتحياتي.